السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في فندق ماي بيتش ريزورت، يقع على شاطئ بنما في جزيرة فوكيت تايلاند. نصور غرفة من نوع بريميوم سي فيو. طبعا هنا الآن دورة المياه، هذه المغسلة. طبعا دورة المياه تحتوي على شطاف، أيضا يوجد هنا شاور، أيضا تحتوي دورة المياه على بانيو، حوض استحمام. هنا صانع القهوة، ثلاجة. الديل البريميوم سي فيو تحتوي على سرير كينج، سرير رائع. أيضا تحتوي الغرفة على شرفة وإطلالة مباشرة أمام الشاطئ، طبعا شاطئ للسباحة. هذه أيضا الشرفة، مكان للجلوس. هنا أيضا توجد مكتبة، غرفة رائعة. غرفة من نوع بريميوم سي فيو في فندق ماي بيتش ريزورت في شاطئ بنوا جزيرة فوكيت تايلاند.